أفادت مصادر طبية مصرية عن مقتل شخصين اليوم في القاهرة خلال محاولة قوات الجيش المصري تفريق مئات المتظاهرين الذين رفضوا مغادرة ميدان التحرير بعد انتهاء مظاهرة أمس، لكن الجيش نفى أن يكون قد أطلق النار صوب المتظاهرين. وقال بيان للجيش إن الشرطة العسكرية أطلقت فجر اليوم النار في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين الذين تبقوا في ميدان التحرير غداة تظاهرات الجمعة المطالبة بمحاكمة مبارك.